وصلنا لفقرة تالنتس، المحطة الأسبوعية يلي بنتعرف خلالها كل أسبوع على ضيف جديد، على موهبة فنية جديدة عندها حلم أنها أكيد توصل للنجومية. ضيفتنا اليوم نورا سياح، عمرها بس 14 سنة، حبت تجي لعنا على استوديوهات ام تي في الايف لتسمعنا صوتها الحلو يلي بلشت بالموسيقى عن عمر كتير صغير وبلشت تطور صوتها لتوصل لهالمرحلة المتقدمة. أهلا وسهلا فيك نورا. مرسي. معنا اليوم نورا، انت اليوم معنا لتخبرينا عن حياتك وعن الموسيقى وكيف بلشت بالموسيقى. عمرك بس 14 سنة مثل ما قلنا، انما عملت غنية، عملت ترتيلة لإلك، وبتحبي كثير انك تكوني عم توصلي للنجومية وعم تشتغلي على هالشيء. خلينا نبلش اول شيء ببداياتك الموسيقية، كيف بلشتي، عن اي عمر، وعلى بلشتي دغري بالغنى او بلشتي بآلة موسيقية معينة؟ بلشت لما كان عمري 5 سنين، بلشت دق بيانو مع معلمة كانت تجي لعندي على البيت، وبلشت كمان فترة مع سولفيج، هي كمان شجعتني أكيد كتير، وأكيد أهلي كمان كتير شجعوني وكملوا معي الطريق، وكمان فتت بكورال المدرسة وصارت معلمة الكورال عادة تحطني سولو بالأغاني وبالترتيل. وهذا الشيء أكيد كان له دور أساسي ليشجعك، بتخيل لما هي المعلمة أكيد. وخاصة المعلمة اللي موجودة بالمدرسة تكون عم بتميزك عن رفقاتك لتكوني أنت عم بتغني أو عم بتكوني سولو لوحدك بالحفلات، قد ايه هالشيء غير كمان بشخصيتك؟ أنا كنت كتير حبيت إنه بس تحطني سولو وبعطي كل طاقتي بس تحطني سولو فرجيهم قد ايه انا بحب موهبتي وقد ايه انا ناويه اطورها. ما يكون في شيء شعور بالخجل او اكيد اول فتره شوي بس بعدين تعودت، وهذا الشيء اكيد الفضل للموهبه اللي عندك اياها ولحبك للموسيقى يلي خليك انك تكوني عم تتخطي كمان هالمرحله. لكن عم تعملي هلا فوكاليز، قد ايه بتتمرني بالاسبوع؟ اكيد بتمرن ساعة ساعتين باليوم، كل يوم ساعة ساعتين صح. بالأسبوع بروح مرة بتمرن مع أستاذي مسيو شربل، وأكيد بحب كتير، وبتمرن كيبورد شرقي وغنى شرقي. بتعزفي بذات الوقت أنت وعم تغني؟ أوقات هيك أوقات كل وحدة لحالها. نعم. وتتمرني ساعة وساعتين باليوم، ونحن بنعرف هلا فايتين على المدرسة، يعني هالشيء أكيد بيكون عم بيتطلب منك وقت ومجهود، وأكيد لتكوني قادرة عم بتنسقي بين إن كان الدرس، لأنه بنعرف كمان إنك هلا وصلتي لمراحل متقدمة وفي ساعة بتتطلب كمان ساعات طويلة صح، عندك تقديم السنة، وكمان بنعرف بعمرك تين ايجر 14 سنة بتحبي كمان إنه تكوني عم تنوجدي أو تكوني أكثر بظهرات مع أصحابك، بقى قد ايه هالشيء عم بياخذ من وقتك، او كيف عم تقدري تنظمي وقتك ان كان عم تعطي وقت للغنى، وقت للعزف، وقت للدرس، ووقت كمان لانك تكوني عم بتعيشي حياتك مع رفقاتك؟ عن حالك حالة لا، عم نشوف صورك هون كانك كمان تايكواندو صح. انا لما اوقات بس ارجع من المدرسه اكيد بروح بدروس وبخلص درسي، ما بيكون عندي شيء فأكيد بروح بتمرن موسيقى وبلش غني واتمرن أكيد على الموسيقى. بيجبروك أهلك في هيك بوش إنه هيدا الشيء خيار لإلك؟ أكيد. حابة تسمعينا شيء هلا؟ شو رح تسمعينا؟ أنا كتير بحب فيروز. نعم. وعندي غنية مفضلة لإلها. نعم. اسمها لا تعتب علي. لا تعتب علي، تفضلي. احنا بذات الوقت كمان عم نشوف صورك الحلوين، صور الوطنية اللي عندك اياها، لكن بيك صيادين ناس
يسوع الملك كانوا صيادين يصيدوا سمك صاروا صيادين يسوع الملك وكان الخوف كبير وأكبر منه النضرة توقف بيناتن وزاد قلن الفكرة وشي أنا سهرة أكيد هذه الترتيلة غنيتها هي ترتيلة خاصة لإلي من كلمات أمير الهليل وألحان بسام أبي أنطون. هذه الترتيلة أنت عملتيها وخاصة لإليك، شو كان الشيء اللي شجعك إنك تكوني عم تعملي ترتيلة؟ وبعدين قد إيه حلو كمان إنك تكوني عم بتخصصي وقت كمان للصلاة وللتراتيل، ومثل ما قلتي لي عندك التزامات دينية حتى بالرعية وبالكورال. صح، أنا بختم القداس عادة بالرعية. كتير حبيت إنه يكون عندي ترتيلة خاصة أكيد، وهذا الشيء شجعني إنه أكيد ضل أتمرن وكمل الموسيقى. وهلأ كمان عندي ترتيلة جديدة كمان عم بتحضري. نعم، حلو كتير. قدي حلو كمان نشوف، قدي منفتخر إنه نشوف صبايا من عمرك كمان بعدهم عاطين وقت خاص للإيمان وللقداسة. بهنيك أنا على هالشغلة نورا. لنكفي كمان مثل ما كنا عم نحكي إنه عندك طموح إني كمان تصيري وتتقدمي بموهبتك وتوصلي لمراحل كتير متقدمة. وين بتشوفي حالك بالمستقبل؟ بالمستقبل أكيد بدي ضل أدرس أنا وكمل درسي، وأكيد ما أتركه على جنب. أنت هلأ بالبروفي والسنين ترمينال وبعدين نوصل لاختيار لما نوصل على الجامعة، بتشوفي حالك عم تتخصصي بمجال الموسيقى أو يمكن بتفضلي تكوني بمجال تاني وتتركي الموسيقى كهواية عندك إياها؟ هلأ أنا أكيد رح كمل درسي وعلمي، وأكيد كمان لا بضل كفي الموسيقى بضل أتمرن، وبالنهاية هيدي موهبتي ودائما لازم طورها وما أتركها على جنب أبدا. نورا كيف بتكون لما تكون بين أصحابها؟ بتغني لهم؟ شو بتعملي؟ شفنا نورا هلأ الوجه الحلو، شفنا نورا والصوت الحلو، هبا نعرف نورا بالوجه الثاني لما تكوني مع أصحابك بين عمرك، الأصحاب يلي بيعيشوا حياتهم بعمر 14 سنة، كيف بتكون نورا؟ أوقات بس يكون عنا حفلات بالمدرسة بيشجعوني كتير أكيد، وإنه أطلع غني بالمسرح أو بالحفلة، وأكيد بيصيروا يزقفولي وهن كمان بيشجعوني. أكيد كمان للرفقات وللأصحاب في دعم كبير وفي دور أساسي. صح. بس كمان ما فينا ننسى دور الأهل يلي أكيد. هن ضووا كمان أكيد. الموهبة اللي عندك إياها ويلي عم بيعطوا من وقتهم كمان ليكوني أكتر. أول ناس شجعوني أكيد. شو كان في مرحلة فاصلة بحياتك؟ أكيد وصلت لمحل يمكن أكيد بتعرفي إنه صوتك حلو بس إنه ما حابة كمان إنك تتقدمي، في شيء غير؟ في شيء عطاكي هالدافع هالبوش إنك تكوني عم تتقدمي؟
لما اشتركت ببرنامج على تيلي لوميير، هي للصوت يعني لموهبة برامج الفنية، سألوا المقدم لأستاذ جوزيف خليفة رأيه فيي. قالوا الأستاذ أنه مشروع كبير، وأنا هون أكيد كتير انبسطت وتشجعت أكتر أنه كمل الموسيقى. أكيد. أكيد. كيف عم بتفكري أو كيف عم بتشوفي أنك تكوني عم بتوصلي موهبتك؟ يمكن بتستعملي التي في، بتستعملي السوشيال ميديا، كيف عم تقربي وتفرجي موهبتك للعالم وللناس وتسمعيهم صوتك الحلو؟ أوقات بس يكون عنا مهرجانات، حفلات، بدي غني أنا، بيصوروني يا أهلي يا حدا وبيحطوه على اليوتيوب أو أنا بحطه على الفيسبوك على صفحتي الخاصة. وهيك بتجربي أنك تكوني عم بتوصلي كمان صوتك لأكبر عدد من الفانز اللي عندك إياه هون. شو حابة تسمعينا بعد مرة؟ مثل ما قلت أنه أنا بحب فيروز كتير وعندي غنية كتير بحبها لها اسمها لا تعتب علي. تفضلي. حلو كتير الإحساس اللي عندك إياه يلي هو فعلاً كتير كتير قوي، وواضح الشيء على هالرواق كمان اللي عندك إياه يلي أحلى وأحلى. وين شو بتحسي أنت وعم بتغني؟ بأي حالة هيك بتكون فيها؟ أكيد حسب الكلمات، حسب كلمات الغنية بحس فيها للغنية. يعني إذا كانت حب بحس حالي إنه شو حلو الحب هيك يعني. عم بتعيشي هالحالة النفسية؟ خلاص ما بسأل أكتر. نورا مين مثلك الأعلى؟ بمين بتحب تتمثلي؟ أكيد بحب أتمثل بالعظماء، إذا في أقول مثل ست فيروز، مثل صباح، مثل الأستاذة ضياء الصافي. إذا قلنا هالجيل الجديد هلأ، في عندك مثل كمان بتحب تتمثلي فيه؟ أنا كتير بحب فنان وائل كفوري. لأنه عندك كمان هالإحساس القوي كمان اللي بيميزه وبيميزك كمان بذات الوقت. أنا بتمنى لك كل التوفيق نورا، إن شاء الله توصلي وتقدري تحققي كل الأشياء اللي بتطمحي لها فعلا. بتحبي تقولي شيء قبل ما ننهي؟ بحب أشكر الام تي في يلي فتحت لي بوابة واستقبلتني. بدي أشكرك. أهلا وسهلا فيك. بدي أشكر أهلي أكيد لأنه هن اللي شجعوني، وبدي أشكر أكيد أستاذي مش بشار بالنكوز، وبدي أشكر مدرسة الموسيقى يلي لهلأ صارت مصورت لي كليبين بعيد الاستقلال.
نعم، ونحن أكيد بنتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله وكل النجاح يلي بتحلمي فيه. اليوم تعرفنا على نورة وعلى موهبة فنية، ما تنسوا تترقبونا سبت المقبل بذات الوقت لنتعرف كمان على موهبة جديدة صاعدة. نحن هلا رح ناخذ وقفة صغيرة ونتابع مع باقي فقراتنا لليوم بألايف.